ومن جهته قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمته خلال الندوة التثقيفية بمركز المؤتمرات الجديدة إن ما ساهم في انتصار مصر في حرب أكتوبر هو الدعم العربي الذي قدمته العديد من الدول على عدة مستويات، وكان أهمها المساهمة بالقوات حيث أمدت عدد من الدول العربية مصر بالقوات والأسلحة والمعدات. في سنة 67 رد العرب الاعتبار لأنفسهم، قرروا أن يقفوا سويا من أجل نصرة مصر ومساعدة مصر على تجاوز هزيمة 67. عملوا على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، وكان هناك 6 محاور على الأقل للعمل العربي المشترك. المحور الأول هو المساهمة بالقوات، وجاءت القوات من كل مكان في الأمة. جاءت القوات من المغرب ممثلة في كتيبة مشاة مغربية، جاءت القوات من الجزائر ممثلة في أسراب من المقاتلات الميج 17 والميج 21، مدفعيات 155 ملي صنع في فرنسا، جاءت القوات البرية من ليبيا، جاءت قوات من السودان، وقام العراق أيضا بالمساهمة على الجبهة الشرقية بفرقة مدرعة وفرقة مشاة وأسراب من المقاتلات لدى سوريا. قام الجانب السعودي، المملكة السعودية، بإرسال لواء مشاة إلى أو لواءين مشاة إلى الأردن. وبالتالي قامت القوات العربية بالمساهمة.